السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم راح نحضروا مع بعض كيفية تحضير غراتان تاع الشوفلور بالدجاج في الفرن. أول شيء هنا نحتاج إلى راس تاع الشوفلور، يكون غليته ولا فبرو كيما تحبوا. هنا عندي نص صدر تاع الدجاج، هنا عندي زوج حبات بيض، عندي هنا حبة كاملة تاع الثوم فيها 8 فصوص، هنا عندي علبة كريم فريش، وهنا عندي جبنة البيتزا هذه الشيدر. هنا بالنسبة للتوابل عندي ملح، كركم، كمون، وفلفل كحل، وشوية تاع زعفران. هنا باش يمدلنا اللون هذاك الجميل. اللي تحب يعني ما تحبش دير لك كريم فخاش بالبيض، يعني تقدر تستغني عليه وتعوضه ب كريمة الجبن أو صلصة البيشاميل. اولا هنا ندوب ملعقه تاع الزبده، نضيف الثوم ونقليها شويه، ثم نضيف شرائح الدجاج. وهنا كما راكم تشوفوا قطعته كامل مربعات صغيره، نقلي الدجاج تاعي مليح. هنا راح نزيد التوابل مع الملح. هنا بعد ما تقلى مليح باش ما يتحرقليش نضيف نص كاس ماء، نخليه حتى يتجمر شويه. بعد هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما بدا يتجمر، الان راح نجيب الشوفلور ديالي نفرغه هنايا من فوق، نبدا نكسر فيه غير بالملعقه، يعني ما نعبزوش مليح باش يخلي المسامات باش يدخل الكريم فخاش ويدخل له البنة تاع الدجاج هذيك، المرقة هذاك تدخل مليح ويطلق الرائحة هذيك تاع الدجاج تدخل مع الشوكولاه. يعني لاحظت انه كاين بزاف اللي يديروا غراتان تاع الشوكولاه، يعني يعبزوه مليح شغل لابيري، خلي حتى يتجمر مليح هنايا مع صوص الدجاج. من بعد نرجع نغطيه جيدا. إذا هنا كيما راكم تلاحظوا بعد جمر، بعد ما تجمر مليح راح نطفي عليه. راح نجيب هنا مول تاع الكيك، انا راح ندير في المول تاع الكيك، نفرغ المحتوى تاع الكراتان تاعي في المول. اذا هنا بعد ما حطيت الكراتان تاعي في المول، الان هنا كما راكم تلاحظوا عندي علبه تاع لا كريم فخاش، ضفت لها بابا تاع نقدروا يعني نديروا البيض اكثر. نخلط جيدا، نضيف شويه ملح، هكذا نضيف شويه كركم هكذا باش يمد لنا هذاك اللون باهي. ندرب جيدا ثم نفرغ المحتوى فوق الكراتان هكذا. ثم نتقب هكذا بالشوكة باش يدخل هذاك المحتوى يدخل لتحت. من بعد مباشرة راح نحط الجبنة المبشور، نوزعه مليح هكذا، وندخلو الفرن ساخن حتى يتحمر لنا مليح. من بعد نقدمه لكم على طبق التقديم. اذا هنا كيما راكم تلاحظون الكراتان تاعي هنا تحمر وراهو طاب، راح نقسمه نحطه في الصحن نزينه، من بعد نقدمه لكم ان شاء الله. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا الطبق تاعي هنا راهو واجد حمرته مليح، شوفوا تجيكم الخبزه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة،
عجبتكم الوصفة ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو تشاركوا به الأصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.